السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتسأل عن إزاي تعمل إقامة سياحية في تركيا، وطبعا في ناس كتير بيتلقفوا الناس دي ويعملوها، وطبعا بيدفعوا فلوس كتير قوي. ولكن أهل الخير ومنهم المهندس هشام عاصم قرر إن هو يعمل لنا بوست جميل ورائع، ممكن نعرف منه إزاي نعمل الحكاية دي. حبيت للناس اللي هي ما بتحبش تقرأ، حبيت أقول لكم على التفاصيل دي زي ما الأستاذ عاصم كده قايلها لنا في البوست بتاعه. بيقول هنتكلم بالتفصيل دلوقتي إزاي تعمل إقامة سياحية بنفسك ومن غير أي مشاكل بإذن الله. بيقول خد نفس عميق واستعد لقراءة البوست الطويل فوق العادة ده. الأول تجاوب على بعض الأسئلة، يعني إيه إقامة سياحية؟ وبيجاوب هو بيقول يعني بتكون مقيم في تركيا بشكل رسمي لمدة سنة قابلة للتجديد، وليك الحق في الدخول والخروج من تركيا أي عدد من المرات، ومن غير ما تحتاج تأشيرة أو تصريح أمني. بس لو سبت تركيا أكتر من 120 يوم، يعني 4 شهور، ساعتها مش هتعرف تعمل تجديد للإقامة إلا لو خرجت من البلد وجبت تأشيرة جديدة ودخلت تاني. طب بحق ليا الشغل لو معايا الإقامة السياحي؟ القانون بيقول لأ، بس الواقع إن محدش بيسأل، وأغلب المصريين اللي شغالين هنا معاهم إقامة سياحي. طيب سهل أجددها ولمدة كام سنة؟ أيوة ممكن تجددها كل سنة والعدد مفتوح من السنوات. هعرف أخد الجنسية بالإقامة السياحي؟ بيجاوب بيقول لأ، الإقامة السياحي مش بتدي الجنسية أبدا. هل هيتم إلغاء الإقامة السياحية قريب؟ في فعلا أخبار بتقول إن الاتحاد الأوروبي بيضغط على تركيا لإلغاء الإقامة السياحية اللي مش موجودة في أي بلد أوروبية، بس حتى الآن مفيش أي أخبار مؤكدة. طب في أنواع إقامات تانية غير السياحي؟ أيوة في أنواع تانية زي الإقامة الإنسانية، وإقامة إقامة المستثمر، وإقامة العمل، وإقامة الطالب، وتلاقوها موجودة في البلوج، ممكن تخشوا في كل واحدة منهم وتشوفوا التفاصيل. الإقامة السياحية اللي هنتكلم عليه دلوقتي، أهم شرط لعمل الإقامة السياحية إنك تقدم عليها قبل ما يتم كسر تأشيرتك. يعني لو تأشيرتك لمدة شهر، فلازم تقدم عليها قبل مرور 30 يوم من دخولك تركيا. أحيانا بيكون في فترة سماح بس محدش يضمن، وطبعا ما تجيش في آخر يوم من 30 يوم وتقدم، لأن أحيانا بيكون الموقع مهنج أو بطيء فما تلحقش. يا ريت تقدم من تاني يوم تيجي فيه تركيا على طول. الورق المطلوب لعمل الإقامة السياحية هو جواز سفر صالح لمدة سنة على الأقل، تأمين صحي، صور شخصية أو صورة شخصية، ورقة اللقب من السفارة، ورقة الحساب البنكي ممكن ما يطلبهاش منك، عقد الإيجار برضو ممكن ما يطلبوش منك، ورق العدلية ممكن برضو ما يطلبهاش منك. ده طبعا حسب كلام البوست. نمرة 1، يكون معاك جواز السفر الخاص بيك وتصوره، وتصور الصفحة بتاعة الفيزا، ولو كان ختم دخول تركيا مش في نفس صفحة الفيزا تصور ختم الدخول، ولو انت جاي بفيزا إلكترونية لازم تجيبها معاك يوم المقابلة. بالنسبة للتأمين الصحي فبيتم عمله من إحدى شركات التأمين الصحي في تركيا، وبيتم تحديد السعر بناء على السن، ودي أسعار التأمين الصحي في 2014، وهتلاقي أسعار 2016 قريبة منها، واللينك موجود في البوست اللي في الموقع. ممكن تعمله لوحدك عن طريق إنك تروح لأي مكتب محترم في إكس راي أو الفاتح وتعمله فورا. والتأمين الصحي بيتيح لك مجموعة من المستشفيات تكشف فيها بأسعار مخفضة، وكمان بيعمل تخفيض في حالة وجود أي عملية جراحية لا قدر الله. وزمان كان ممكن تعمل ميعاد للمقابلة من غير ما تعمل التأمين الصحي، لكن حاليا لازم تعمل التأمين الصحي قبل ما تاخد الموعد. 3، الصور الشخصية، مطلوب 5 صور شخصية بخلفية بيضة، ولو رحت أي استوديو في منطقة الفاتح وقلت له فوتو إيكامي هيفهمك. نمرة 4، ورقة اللقب هي عبارة عن ورقة بتطلع من القنصلية المصرية في اسطنبول اللي في منطقة بيبيك، وبيكون فيها اسمك بالكامل واسم العائلة. حضرتك بتروح القنصلية اللي في المكان ده اللي هو
موجود في اللينك بتاعه في البوست في الموقع، عن طريق انك تاخد الترام اتجاه كاباتاش او كاباتاش وتركب 22 او 25 اي او 22 ار اي، او من تقسيمه تركب 40 او 42 تي او 40 تي، وتنزل محطة بيبيك ترجع بظهرك 50 متر وهتلاقي القنصلية على البوسفور. روح اي يوم من الايام للجمعة من الساعة 10 الصبح لاتنين الظهر، ما تقفش على الشباك، قول انك مصري وعايز ورقة اللقب، وجوه القنصلية قدم عليها ب70 او 80 ليرة والمفروض تسلمها بعدها بيوم. ستة، بالنسبة لورقة الحساب البنكي، اولا هي مش اجباري في الاقامة، يعني ممكن ما يطلبهاش، وفي ناس عملت الاقامة وما سألهاش عليها، وفي ناس تانية راحوا وسألها عليها، فرأيي انك ما تعملهاش في الاول وروح الرانديفو من غيرها، ولو سألك عليها يحدد لك مهلة اسبوعين عشان تعرف تعملها. كان قبل كده في النظام القديم بيقبلوا ورقة من الصرافة انك غيرت 6000 دولار، بس دلوقتي ما بقوش يقبلوها لما عرفوا ان اي حد بيضربها بسهولة. طب ورقة الحساب البنكي اعملها ازاي؟ اولا اعمل حساب بنكي في بنك كويت ترك زي ما البوست ده موضح، وهتلاقيه اللينك بتاعه في البلوج برضو. بعدها شوف حد يثق فيك يروح معاك البنك ويحط لك المبلغ في الحساب بتاعك، وتطلع الورقة في نفس اللحظة، قول للموظف في البنك عايز حساب اكسترسي اكاميت، ارجو ان انا اكون بنطق الكلام ده صح، هو هيفهمك وهيدي لك ورقة باجمالي الحساب بتاعك. لو ما لقيتش اي حد يثق فيك ويدي لك الفلوس، شوف بقى لو فيه مكاتب او حد يعملها لك، وطبعا هياخد منك رسوم. ستة، عقد الايجار برضو من الحاجات اللي كانت مطلوبة في النظام القديم ودلوقتي ممكن ما تطلبش، وبيكون عن طريق ان يكون اسم صاحب الاقامة مكتوب في عقد شقة رسمي، ويكون العقد متوثق في النوتير، واحيانا الموظف في الاقامة بيطلب الطابو اللي هو عقد ملكية الراجل التركي اللي مأجر لك الشقة عشان يتأكد ان العقد حقيقي. ولو عايز تعمل لمراتك اقامة، يبقى من الاول اكتب اسمك واسم المدام في عقد الايجار علشان تقدر هي تستخدمه في الاقامة بسهولة، برضو لو العقد مش متاح معاك روح من غيره، ولو سأل عليه حاول تعمله لو شوف لو في حد يعمله لك بالفلوس. سبعة، ورقة العدلية هي ورقة بتجيبها من المحكمة التركية في باكير كوي، وهتروح عند محطة مترو باكر كوي، تطلع من المترو وتمشي شمال في شمال، هتلاقي مبنى كبير واضح، ادخل ويمشي مع السور، ما تدخلش المبنى اللي في وشك لحد اخر السور، وهتدخل شمال عند السجل، قدم الباسبور بتاعك وقول عايز عدلي سيشيل بلجيسي. طبعا اللغة التركية صعبة، لازم الواحد ياخد كورس قبل ما يقرأ، أتمنى يكون الكلام واضح. ممكن تكتبها على ورقة وتقدمها له يوم يقرأها هو يفهم، وهتاخدها وانت واقف، وبرضه تتأكد ان الورقة دي مش بتطلب دايما. اما لو عندك اولاد تحت ال 18 سنة، فهات شهادات ميلادهم وترجمها ووثقها وخليها معاك في المقابلة، وطبعا جواز سفر الاب والام وصورهم، وتكون جايب صور للأولاد، ومش مطلوب ليهم تأمين صحي أو ورقة عدلية أو ورقة لقب أو شهادة بنك. كمان لو هتعمل إقامة أو هتجددها وبيطلبوا منهم شهادة الميلاد متصدق عليها من القنصلية القائم مقام، مكتوبة كده قائم مقام، من فترة بدأت إدارة الهجرة تطلب من الناس اللي بتحدد إقامة أطفالهم يصدقوا شهادة الميلاد من القنصلية المصرية وبعدها من القائم مقام. بدل ما كان زمان بنترجم الشهادة بنختمها من نوتر، وعليها حبيت ألخص لكم الخطوات اللي هتعملوها بدل ما تضيعوا وقت وفلوس أنتم أولى بيه. لازم تكون شهادة الميلاد مصدق عليها من الخارجية المصرية، لو مش مصدقة هتكون مضطر تبعت تجيب واحدة من مصر مصدقة. اتنين، هتروح القنصلية المصرية في بيبك وبتطلب ترجمة وتصديق شهادة الميلاد وبتدفع 170 ليرة. القنصلية بتديك وصل بتستلم بيه الأصل والنسخة المترجمة تاني يوم بعد الظهر الساعة 3 غالبا. أربعة، هتاخد النسخة المترجمة المصدق عليها من القنصلية وتروح لقائم مقام فرع بشكتاش تصدقها من هناك، والخطوة دي مهمة جدا لأننا رحنا لفروع تانية ولم يتعرفوا على ختم القنصلية
إلا فرع بشكتاش ده. هتروح لإدارة الهجرة وتقدم شهادة الميلاد المترجمة المصدق عليها من قائم مقام بشكتاش. بكده أكون اختصرت عليكم لف ودوران كتير عملناه أنا وبعض الأصدقاء علشان نعرف نعمل إيه. كده إحنا اتكلمنا عن الورق المطلوب، وهنبدأ دلوقتي في الكلام التفصيلي عن عمل الإقامة. زي ما قلنا، عشان الإقامة تكون مظبوطة لازم تقدم عليها قبل ما يمر 30 يوم من دخولك تركيا، والتقديم بيكون عن طريق موقعهم الرسمي ده اللي هو في اللينك. أول ما تدخل هتلاقي زرار على اليمين خاص بتجديد الإقامة، وعلى الشمال الخاص بالإقامة الجديدة. اختار اللي على الشمال زي الصورة دي. بعدها هيجي لك 3 اختيارات: عايز تعمل ميعاد جديد، ولا هتكمل بيانات ميعادك القديم، ولا تشوف نتيجة ميعادك اللي عملته. لو هتعمل جديد اختار الزرار اللي تحت اللي على الشمال خالص زي الصورة دي. طبعا كل اللينكات دي موجودة في البلوك أو الموقع تحت الفيديو في البلوك. هتظهر الصورة دي، واللي منها تاخد تدخل شوية بيانات ليك عشان تكون زي الصورة دي، والبيانات بالترتيب من فوق على الشمال لتحت: الاسم، اللقب، تاريخ الميلاد، الشهر الأول، بعدها اليوم، بعدها السنة، اسم الأب، اسم الأم، النوع. بعدها تروح للقايمة على اليمين، الرقم القومي، سيبك منها الجنسية، رقم الباسبور، وسيلة التواصل، تليفون أو إيميل. الإيميل لازم يكون شغال الموبايل. ممكن حضراتكم تتابعوا كل التفاصيل دي في اللينك اللي أنا هسيبه تحت الفيديو، علشان تفاصيل كتير ومهمة جدا ولازم تنفذها زي ما هي ما هو موجود في كلام في عملية استصدار الفيزا دي اللي هي الإقامة السياحية. ولا تنسوا عمل لايك أو نقرأ علامة الإعجاب تحت الفيديو في اليوتيوب، والاشتراك في القناة ليأتيكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.